النقطة التانية اللي هنتكلم عنها في الكتاب تحديث الكتاب المرئي في تربية الأرانب هي البطاريات. احنا في الحلقة اللي فاتت عملنا اختيار المكان المناسب ودلوقتي عايزين نحط جواه البطاريات المناسبة والصرف بتاعها. البطاريات المناسبة في مزارع الأرانب هي الفلات اللي هي دور الواحد، دي أفضل حاجة. افضل بطارية للارانب هي البطارية الفلات اللي هي دور واحد بس. دور واحد دي بتوفر ليا الارانب بتتنفس بشكل سهل، مفيش دور تاني بيرمي مش فضلاته على الدور اللي تحت منه. النقطة اللي بعد كده سهل الملاحظة ان انت وانت معدي من جنب الامهات هتلاحظهم بشكل سهل جدا. يبقى الامهات افضل حاجة ليها الفلات دور واحد فقط. لو المكان ضيق عندك انت ممكن تحط الفطام في دورين، ما يزيدش عن دورين، ثلاثة نو، ما تدخلش عندك ثلاث دور مزرعتك مهما حصل. الدورين لو الفطام دورين ما فيش مشكلة، هو كده كده الفطام بيحتاج تدفية اعلى، فبالتالي لما يبقى المكان زحمة شوية بيدفيهم، فبنستفيد من الحته دي سنه مع تظبيط الصرف ان الدور الفوقاني ما يرميش على التحتاني مهما حصل. وممنوع الدور الفوقاني يبقى فيه امهات، لان بيوت الولاد اللي موجوده في الدور الفوقاني بتنمي فضلاتها على الدور التحتاني على الاكل بتاع الفطام، فيحصل عندك مشاكل من دفكات واسهالات وحاجات انت في غنى عنها. البطاريات طبعا ابعاد البطاريات بتبقى الشائعه 50 في 50، ويا سلام لو حاجه جبت ال 50 في 60 هتبقى واسعه. وطول ما انت بتوسع حجم بطارية الام بيفرد معاك العيل الصغير، بياخد راحته في النمو وبيحول معاك بشكل اسرع في بطاريات ال 50 في 60. في بطاريات طالعة 30 في 60 انا لا احبذها تماما، دي بطاريات ملهاش لازمة، دي معمولة كنوع من الانواع الاقتصادية بس ملهاش اي 6000 لازمة. فالبطاريات 50 في 50 دي كويس قوي. الدور التحتاني ده في البطارية الصرف بتاعه افضل صرف موجود هو الصرف الفايبر، لانه بيبقى عامل زي النص قرص كده او نص قطر ضيق، نص دايرة بعرض بطول البطارية، وبتعمله بميل، فبالتالي اي ذرة بول بتنزل بتجري على طول الى خارج الصرف والى خارج المزرعة. دي نقطة مهمة جدا، ما تحاولش تراكم الأمونيا عندك في مزرعتك، البول يجري على طول على بره المزرعة بالمجرى، بنعمل مجرى في النص ونرمي الخطوط بتاعة المزرعة كلها ترمي فيها، والمجرى في النص معمولة بميل على الناحية البحري عفوا القبلي زي ما قلت لحضرتك، فأي فضلات بتنزل بتجري على طول، والفايبر ناعم بيجري الحاجة عليه بسرعة، المية والزبل والكلام ده، ويخرج بره المزرعة. عكس المشمع، ساعات المشمع بيحصل فيه تقوصات أو تركيبه بيبقى صعب، بيبقى فيه مشاكل كتير جدا في موضوع المشمع، ولكن المشمع افضل من الصرف الارضي. اوعى اوعى تعمل صرف ارضي. الصرف الارضي مشاكله كبيره جدا، اهمها انك بتزود نسبه الرطوبه في المزرعه بشكل بشع جدا. حتى لو انت عامل ميل قوي، تعمل ميل قوي، الاسمنت والحاجات دي كلها بتشفط الرطوبه جواها، وتفضل دايما مزرعتك نسبه الرطوبه عاليه ونسبه الامونيا عاليه، ومش هتخلص من مشاكل التنافسيه ومشاكل زياده الرطوبه في مزارع الارانب. فبالتالي افضل حاجه اللي هو الصرف الفايبر او المشمع، ولكن المشمع مشدود كويس، الفايبر هو كده كده مشدود كويس. كده ده النقطه الثانيه بنتكلم فيها في موضوع البطاريات في الكتاب المرئي في مزرعه الارانب. النقطة الثالثة هو اختيار السلالة ومتوسط الانتاج. احنا دلوقتي في اول بارتيشن او اول نقطة اتكلمنا فيها على اختيار المزرعة، تاني نقطة اختيار المسكن اللي الارنب ده هيقعد فيه، النقطة الثالثة مين بقى الارنب اللي هنقعده جوه البطارية دي. الارنب ده هو
يعني الشيء المنتج في المزرعة اللي هيجيب لي العائد وهيجيب الدخل. فبالتالي في أرانب كويسة كتيرة جدا موجودة في مصر. بعض الناس تقول أرنب بيور، وبعض الناس تقول خليط، وبعض الناس تقول ده جاينت أو سلالة ضخمة أو دم عالي، الأسامي كتير جدا بتتقال. لكن إحنا يعني أنا بدي لحضرتك ملخص الخبرة كده في الإنتاج، ملخص خبرتي أنا الشخصية في الإنتاج. السلالة اللي فعلا أثبتت وجودها وأثبتت إن أول أم انتاجها زي اخر ام وفي متوسط ليها محسوب ومدروس هي سلاله الفيلاين الاسباني وسلاله جامعه اسكندريه. الفيلاين الاسباني دي سلاله لونها ابيض زي سلالات كتير جدا لونها ابيض، ولكن لازم تشتريها من حد ثقه. مصدر السلاله الاساسي هو جامعه كليه الزراعه جامعه اسكندريه، وموجوده في مراكز بحوث كتير، وموجوده في بعض المزارع الكبرى اللي منها طبعا مزارع الدكتور. السلالة اللي مظبوطة اللي حضرتك تقدر تعمل منها انتاج مرضي وانتاج كويس هي سلالة الفيلاين الاسباني وسلالة جامعة اسكندرية. الفيلاين لونها ابيض، جامعة اسكندرية في منها ثلاث الوان، اللي هو اللون المشمشي اللي هو شبه الفلاندر، شبه البلجيكي عفوا، والشعر البني والشعر السوداء اللي هو شبه الفلاندر، والنوع الثالث اللي هو اسمر بالكامل اللي هو شبه الالماني. ديت السلالات اللي انا اثق فيها، وان انا بقول لحضرتك ديت لو انت جايبها من الاماكن اللي قلت عليها دي انا اضمن لك ان شاء الله باذن الله انتاج اول ام زي انتاج اخر ام.